قوليلي بقى، انت بدأتي مشروعك ده امتى؟ بصي انا بدأته قريب، يعني انا بدأته في حدود لسه من كام شهر كده. في الاول طبعا كنت بعمل لسه حاجات لنفسي بسيطة، بجرب في نفسي الاول، اشوف القطع بالنسبة لي هتطلع كويسة ولا لا، والفينش بتاعها هيبقى حلو ولا لا. الخياطة والكلام ده اصلا كان عندي موهبة، بس طبعا بدأت فيه متأخر. طيب انتي اتعلمتي ازاي، ولا انتي اكتفيتي ان انتي عندك موهبتي ان انا خلاص بقى انا هشتغل على نفسي وبس؟ لا طبعا موهبة زائد تعليم. انا دخلت طبعا المدرسة اللي هي صنايع، قسم ملابس جاهزة. طبعا اخدت معلومات كتير من هناك واشتغلت بقى على نفسي واشتغلت عليها، لقيت القطعة فعلا طلعت معايا مظبوطة وحلو، بس مش بروفيشنال قوي يعني. يعني انتي وصلتي لمرحلة هي مرحلة كويسة بس انتي مش راضي عنها. طيب انا لسه في الابتدائيات خالص يعني. الموضوع الخياطة ده اصلا عالم كبير جدا، يعني حاجاته كتير، تفاصيله كتير. يعني انا لسه بادئه يعني في فساتين، بلوزات، لسه ما تعمقتش بناطيل الكلام ده لسه. بس انت كله بالنسبه لك تفصيل من الاول للاخر. الحمد لله. بتجيبي القماشه وانت اللي بتبتدي بالظبط. طب والديزاين بتاع الدريس مثلا انت عايزه تعمليه، بتجيبيه من على النت او ولا انت بتبتكري حاجه جديده؟ انا كل اللي انا عملته الفتره اللي فاتت دي كانت لو حاجه عجبتني من اللي هي اللي بتنزل موضه او حاجه على النت كنت بصممها. يعني لو حاجه عجبتني طبعا بصممها انا عادي، يعني بفكر كده في الديزاين نفسه واعمله. في حاجات كتير ما كنتش جايبها من على النت، لا هي فعلا بتبقى فكره يعني بتيجي في بالي كده واقوم انفذها تاني يوم. طيب انت قلتي ان كان عندك الموهبه من زمان، ليه ما فكرتيش ان انت تاخدي كورس خياطه؟ انا فعلا دي الخطوه اللي جايه، زي ما قلت لك انا لسه مبتدئه في الحوار ده. طبعا مستنيه ان اخد كورس دوت، طبعا هينمي الحاجه دي عندي كتير وهيعلمني طبعا خطوات اكتر، وطبعا هيدخلني في التفاصيل بقى الحاجات التانيه الاكبر من كده. طب ما في تقريبا كورسات بتبقى على النت يقول لك تعملي كذا وكذا، ليه يعني مشيتيش في الخط ده؟ هي يعني على النت تمام وحلوه وكل حاجه، بس انا لما باجي اخش على النت باخد فكره، مش باخد منهم معلومه خالص، لان ما بتعرفيش طبعا الكاميرا ما بتبقاش جايبه لك القماشه كامله او القص كامل. فما بتعرفيش تطلعي الفكره، يعني الفكره كامله. هي بتاخدي منها فكره بس لو هتاخدي من مثلا قصه او الكلام ده. لكن انت بالنسبه لك الكورس اللي انت بتروحي بقى وبتشتغلي بايدك والكلام بيبقى قدام عينك، ده بالنسبه لك احسن؟ العملي احسن بكتير، وكمان احنا اللي بنشتغل، يعني انت اللي هتشتغلي وانت اللي لو في حاجه واقفه معاكي انت هتساليهم، فده بيبقى احسن بكتير. فدي الخطوه الجايه ان شاء الله ان انا هعملها. طيب المكنه جبتيها امتى؟ المكنه انا ورثتها عن تيتا. ورثتها انا خدتها منها. تيتا طبعا ما بتعملش عليها حاجه الفتره دي، فانا لقيتها مش بستخدمها، فانا اخدتها دلوقتي يعني فتره عبال ما اجيب طبعا مكنه اكبر من كده تستحمل الشغل اللي انا هعمله. انا دلوقتي طبعا ما يعني كل فتره او كل مثلا يومين لما اعمل لك قطعه فالمكنه بتستحملني، لكن المكن طبعا المصانع وكده ده بيستحمل شغل كتير، بتشتغل معاكي طول اليوم، لكن دي ما بتستحملنيش يعني. طيب قولي لي عن اول حاجه عملتيها خالص، يعني انت بتقولي عندك الموهبه، فايه اول حاجه جت في دماغك عملتيها وجبتي قماشها منين وشفتيها على النت ولا لا؟ يعني قولي لي كل حاجه في اول حاجه انت عملتيها. انا اول حاجه طلعتها كان في حاجات قبل كده بتبقى على ايديا بس عاديه يعني، لكن اول تنفيذ بقى نفذته بجد على المكنه كان القماش بتاعها، كانت قمصان بابا اللي هو حاولت ان انا الديزاين كان نازل لسه جديد، يعني كان نازل فستان. كان لسه نازل جديد، كان اول موضه، هو باين ما كانش لسه انتشر. فانا ما شفته عجبني جدا، ما كانش عندي وقت، كنت ساعتها كان العيد داخل عليا، كانت عندي وقت ان انا انزل اجيب قماش واعمل وافصل وكده. فالفكره جت برضو في دماغي اللي هو من كنت قاعده كده، طبعا الفكره جت في دماغي قمت نفذتها تاني يوم على طول. قصيت لا قصيتي ايه بقى؟ يعني ايه قمصان بابا؟ فستان من قمصان بابا؟ انا مش فاهمه. فاهمين هو القطع اللي فوق كان قميص ليبي، القمصان الليبي بتبقى طويله شويه لحد الركبه. قمصانين بقى تانيين، كان واحد اصفر والتاني لبني. قصيت طبعا جزء من القميص من تحت، هو كان واسع جدا وكان كبير. لما قصيت جزء منه وحاولت كده ان انا ارتبها،
فعلا طلعت انت كمان ركبتي الوان. والاصفر ده طلعت منه شرايط طبعا عشان كان ايه للكم للديل الفستان. لما مثلا كنت بتقولي لحد انا ده 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 مجموعه قمصان بابا انا اللي عملتهم مع بعض الطلقه، وده كان بيقول لك ايه؟ هم الاكتريه جدا اتفاجئوا ان انا فعلا ان انا بعرف افصل، ولا مش بفصل بس ان هو انت مبتكره. انت عرفتي تجيبي الفكره دي منين؟ فطبعا كتير كانوا بيقولي ابدا في المشروع بتاعي وكده، بس انا كان كل ده كان مخوفني. كنت خايفه ان انا ابدا ان انا اخد قماش من حد ويبوظ، ان انا انزل اجيب لحد حاجه وتبوظ، فكنت خايفه جدا. واحده واحده طبعا طلعت قطع تانية بعد كده ما الناس فعلا بقت تشوفني زي ما انت بتقولي. اتفاجئوا بقوا، انا بقيت اعمل لاصحابي، اعمل لقرايبي. طيب هو الموضوع في بدايته بيبقى مكلف؟ هو في بدايته مش مكلف قوي، هو اهم حاجه يبقى عندك المكنه، عندك مقص، عندك مزوره، عندك الادوات اللي هي بتاعه الخياطه عادي. هي مش مكلفه، هي اكتر حاجه مكلفه هي المكنه، هي بتبقى داخله في الحدود اللي هي 2000-3000 الكلام ده. هي بتبدا من كده، فدي بس الوحيده اللي بتبقى مكلفه. فكره ان انت انا باللي عندي بتصرف. يعني انا عندي مثلا فستان طويل انا قصيته خليته قصير وغيرت في شكله، يعني القطعه اصلا كانت عندك. لقيت مثلا قمصان رحت عامله كذا، لقيت في ناس مش بتبقى عندها فكره ان انا لا ممكن ان انا اغير شكل حاجه لحاجه تانية خالص، يقول لك لا انا لازم اجيب انزل وادفع فلوس واجيب قماش واشتغل عليه. هي لو هتبدا في كشغل القطع اللي هي يعني القماش اللي هتنزل تجيبه هتاخد حقه كده كده، يعني حتى لو اتصرفت. لا احنا بنتكلم لسه بتتعلم او يعني لسه بتبتدي. لسه بتتعلم فهتتصرف في اي حاجه من عندها احسن من ان انا ادفع فلوس وانزل اجيب حاجات جديده. وهي ما تعرفش هي لسه مبتدئه مثلا، او هي تعرف تعمل الحاجه دي فعلا ولا لا. فاحسن حاجه ان هي تتعلم في حاجه من عندها، تجددها مثلا زي ما انت بتقولي. جيب عندها قديمه تفتحها وتجيب يعني تخليها ديزاين تاني. دي احسن حاجه. يعني زي ما انا عملت كده، لكن انا ما كنتش قادره طبعا انزل اجيب قماش وابوظه ده. حتى لو في على سبيل ان انت تتعلمي. هو بصي انا بالنسبه لي الفكره كنت خايفه مش اكتر. بالنسبة لأي حد تاني معاه امكانية طبعا براحته، يعني ينزل يجيب قماش ويجرب، دي حرية. لكن مش معاكي امكانية طبعا من بيت ملاية قديمة جربي فيها. هي الفكرة برضو بعيدا عن هي امكانية ان انتي ما تعطليش نفسك. ما تخليش حتة ان انا انزل واجيب قماش ويبوز مني واخاف وكده، ما يبقاش عائق بالنسبة لي. طيب ما فصلتيش بقى لحد؟ ما فيش حد جه طلب منك حاجة وجاب لك قماش وقالك؟ صحابي جم كتير وفصلت لهم. طبعا قرايبي كتير. ولسه في دلوقتي ديزاين برضو لسه هنفذه. الفكره هي يعني ماشيه واحده واحده. طيب ده بتكسبي منه ماديا ولا انت برضو عامله حساب ان انا لسه بتعلم وانا لسه خايفه يبوظ؟ بكسب ماديا في حاجه بسيطه. لحد طبعا ما اتمكن من حاجه طبعا فينيش بالشكل نفسه طبعا بيكلف اكتر. انت بقى يعني بتقولي انا امتى خلاص هبتدي ان انا اشتغل مع ناس غريبه بعيدا بقى عن قرايبك وعن صحابك؟ اشتغل مع ناس غريبه دي محتاجه ايه؟ زي ما قلت كده في الاول لازم اخد كورس الاول ابقى متمكنه. انت مستنيه بعد الكورس ان انت تبتدي تشتغل، بحيث لما حد يجي يقول لي مثلا انا عايزه اعمل ديزاين ده، بس اللي هو الفكره عندي وانا هعرف انفذها فعلا، مش اعطل نفسي واقول لا لسه، ولما حد طبعا يطلبني ما انا لسه مش عارفاها. فهي الموضوع عايز توسع شويه بالنسبه لي. طيب ما جربتيش بقى ان انت تسوقي لنفسك؟ هو انت لسه ما توسعتيش في حته تفصيل اللي بره، بس يعني تسوقي على الاقل حاجه انت بتعمليها بدل ما تعمليها وتتركن. انا فعلا عملت بيدج على الانستجرام، فتحتها برضو لاصحابي، لحد بعد كده مثلا اللي هم مثلا صحابي مثلا، حد قرايبي الكلام ده. طبعا انا بنزل الستايل اللي انا عاملاه، اللي بقى حب الستايل اللي انا عاملاه طبعا هيطلبه مني. انا بس عامله البيج دي، يعني انا فكرت في موضوع البيج دي
عشان انزل فيها الستايات اللي انا عاملاها، وطبعا التفصيل اللي انا هعمله للناس التانية هيصوروا وانزلها برضو على البيج. رايهم بقى في الشغل، رايهم، واللي طبعا عايز تفصيل او حاجه هو نفس التفصيل اللي انا عاملاه او منزلاه. في كتير برضو بقول يعني كلموني على اساس ان ايه تفصيله معينه تانية غير اللي انا منزلاها. انا لما بشوف الحاجه التفصيله دي انا فعلا هقدر انفذها بعملها. وطبعا ده بنزله تاني برضو على البيج تاني، فبتوقع هيتوسع الموضوع، هيتوسع. يعني مش مستنيه لسه الكورس. بدات خطوه عبال ما اخلص الكورس ويبقى عندي حصيله كامله من تفصيل والكلام ده. وانت بتشتغلي من البيت؟ يعني مالكيش مكان مثلا ان انت يقدر حد يجي لك يقيس عندك يقول لك كذا يقول لك كذا؟ انا بشتغل من البيت. لو انا فعلا محتاجه ان انا اخد مقاسات من حد او حاجه طبعا بيجي لي البيت. في كتير باخد من عندهم قطعه يعني على مقاسهم او حاجه ديزاين عليها وبعمل عليه.